متابعي قناة بستار، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد غياب كم يوم من مواقع التواصل الاجتماعي لسهيلة بلشهب بنت العرب، جاءت بإطلالة كلها نشاط وحيوية، حيث تألقت محبوبة العرب في آخر ظهور لها بفستان أزرق قصير في وسط الحقول، مما أثار إعجاب متابعيها، حيث اختارت مكياج ترابي ليتناسب مع لون حقول القمح. كما أضافت حزام عصري باللون البني، وجاءت ببوت جميل بني ليتناسب مع لون الحزام، وجاءت بقصة شعر شبابية مما جعلتها تشع جمالا، إلا أن المثير في الأمر يبدو أنها خسرت بعضا من الوزن. هل يمكن أن نفسر سبب الغياب الطويل أنه عملية شفط الدهون أم الصورة التقطت من بعيد؟ ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناة بيستارز.